أهلا بكم إلى جلسة المال والأعمال، معكم هاني نصر. ماذا في أبرز عناوين جلستنا لهذه الليلة؟ أبار ترفع حصتها في أرابتك إلى 34.9% بشراء أكثر من 700 مليون سهم من حصة حسن إسمك. هيئة السوق السعودية تدعي على كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين لمجموعة المعجن. وافتتاح مشروع ترام دبي بكلفة تجاوزت المليار دولار. أهلا بكم مشاهدينا. أعلن سوق دبي المالي اليوم عن عقد صفقة خاصة خارج نظام التداول، استحوذت بموجبها شركة أبار للاستثمار على أكثر من 707 ملايين سهم من أسهم شركة أرابتك القابضة بسعر 5 دراهم للسهم من حسن إسميك الرئيس التنفيذي السابق لأرابتك. وتبعا لذلك باتت ملكية أبار 34.9% من رأس مال أرابتك، فيما تقلصت حصة السيد إسمك إلى 11.8%. وأتابع هذا الموضوع مشاهدينا مع ضيفي في الاستوديو السيد عميد كنعان الخبير المالي. سيد كنعان أهلا بك. إذا وأخيرا بعد طول انتظار وأحاديث وأقاويل تمت الصفقة، كيف رأيتها؟ كيف رأيت السعر لهذه الصفقة؟ يعني بداية 707 ملايين هي تعتبر صفقة كبيرة من حيث المبلغ ومن حيث عدد الأسهم، بتشكل حوالي 3.5 مليار درهم. باعتقادي قراءتها قراءة إيجابية جدا مقارنة بالسعر اللي تمت عليه، 5 دراهم ليس بالسعر القليل. شركة أبار كانت مهتمة من البداية بأرابتك، من لما عملت تيك أوفر على السهم كان واضح جدا اهتمامها، في عندها ثقة كبيرة بالشركة، والدفع 5 دراهم باعتقادي عماله بيعكس القيمة المستقبلية للسهم بشكل عام. يعني لا سيما أنه السعر اليوم كان أقل عند 4.20 دراهم و 4.27 دراهم، يعني فهو انعكاس للقيمة المستقبلية. أبار شركة استثمارية، ليسوا بالمضاربين، وهذا باعتقادي السوق لازم يعني يرحب فيها إشارة إيجابية. أثر السهم على السوق، صرنا الجميع بيعرف أنه صارت 3 شهور قلق مخيف على السوق المالي من أرابتك. سبب طلوع السوق، نزول السوق، لا أرابتك الصفقة تمت ما تمت، وقعوا ما وقعوا، العديد من الإشاعات استثمرها العديد من الأشخاص خلال الفترات الماضية، وأنا باعتقادي كانت مؤثرة سلبيا على 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 أداء السوق بشكل عام. التهينا لأرابتك ونسينا أداء الشركات الأخرى، وهذا يعني إلى سبب. هي التي قادت السوق في الآونة بكل تأكيد هذا إلى سببه. يعني 35% أصبحت حصة أبار ليست بالقليلة، ودفعوا 20% بلس يعني بريميوم عن سعر السوق. هذه لها إشارات، يعني إشارات جيدة جدا، بتهيأ لي أراحت عمليات الضغط والإشاعات اللي كانت موجودة على السوق والتكهنات. الخبر باعتقادي رح يساعد من السيولة اللي انحجزت في هذا السهم. يعني ما بتتوقع هني السيولة، حجم السيولة اللي انحشر بهذا السهم فاق بعض الاكتتابات. يعني أنا رأيي الشخصي السيولة اللي انحجزت أثرت سلبا أكثر من الاكتتابات اللي انسحبت من السوق المالي. الجميع متعلق عند أسعار معينة، هذا بعطينا راحة وبعطينا مجال لإعطاء الفرصة للمضارب حاليا للانفراج. في هذه الصفقة من المستفيد الأكبر في هذه الصفقة؟ أبار أم أرابتك أم ماذا؟ بكل تأكيد هي أبار، كونها شريك استراتيجي وكون الأسهم انتقلوا من شريك استراتيجي إلى آخر، ليس من مضاربين. إحنا عمالنا بنحكي عن الفورورد برايس، بنحكي عن البوتنشال تبع الشركة، عن المشاريع المستقبلية، عن مليون وحدة بتنتظرها، عن أخبار عديدة بتهيأ لي رح تيجي على الشركة خلال الفترات الماضية. السعر اللي كان اليوم اللي تمت عليه الصفقة بتهيأ لي إجا تعبطا، بتهيأ لي بناء على معطيات شركة أبار بتعرف شو موجود بهذه الشركة، شو القيمة المستقبلية لإلها، فبالتالي أنا باعتقادي رح تعمل حركة تحرير للأسواق المالية. هي سببت عقدة خلال الفترات الماضية وسببت أزمة للسوق المالي، وأخذت أضواء
أكثر من حجمها. نعم. لأنه هي بتشكل من القيمة السوقية للأسواق المالية أعتقد 3%، مش هذا الرقم. نعم. لكن كون أنا بهمني سعر الصفقة وبهمني أنه انتهينا من هذا الموال اللي إحنا عمالنا بنشكي منه صرنا أكثر من 3 شهور. شو متوقع يعني؟ شو متوقع؟ طبعا الجميع يعني أكثر التساؤلات، شو متوقع بكرة يوم غد، شو ممكن تصير الأسعار. بنعلم أنه هي في عندها مقاومة عنيدة، الشركة كانت بين ال 35 وال 40، 4 دراهم 35 و 4 دراهم و 40. نعم. بكل تأكيد بكرة رح تتعداها بجاب، يعني رح تفتح عنها بجاب. أنا بدي أسألك عن جلسة يوم غد الأربعاء، ما التوقعات للسهم؟ هو السهم دائما بالفترة الماضية أثر على كما ذكرت على حركة المؤشر، شو التأثيرات المتوقعة اليوم غد بالتحديد وبالتالي حركة المؤشر؟ شوف، هو استحوذ خلال الفترات الماضية على 30 و40% في بعض التداولات، بأيام كانت 50% عمالها بتستحوذ. بكرة بتهيألي رح تكون حركة انفعالية في البداية من المضاربين والمستثمرين، لكن في عندها مقاومة عند ال 35-40 زي ما قلت لك، رح بتهيألي تعديها بجاب. وين المتوقع السعر المستهدف؟ قد يكون بين ال 4 دراهم 65 و 4 دراهم 75. بعض المشاهدين بجوز ما يعجبهم هذا الكلام، يتوقعوا انه تعمل ليمت اب، هذا متوقع، هذه اسواق ماليه مفتوحه، لكن احنا بنريح اليوم. هل تعتقد ان السهم قد امتص هذا الخبر قبل جلسات ماضيه؟ لانه شفنا السهم على ارتفاعات وكذلك اليوم على ارتفاع، يمكن كان هناك بعض المعلومات من الداخل حول هذا الموضوع. هي تسريبات وتكهنات كانت، يعني خسرنا 3 أسابيع بهذا الموال، قبل 3 أسابيع وصلنا ل 4.5 دراهم برضه بناء على هذه الاشاعات، يعني تسريبات، ما أقدر أقول لك تسريبات، هي إشاعات وتكهنات من بعض المستثمرين. اليوم الخبر كان نوعا ما، يعني نوعا ما البعض بيعرف فيه، بجوز لإدارة الشركة تواجدت بالسوق أو ما إلى ذلك، بتعرف البعض يعني بإمكانهم أنهم يلقطوا إشارات معينة أو حركة معينة بالأسواق المالية. نعم. زي ما قلت لك بكرة قد يكون 4.65 4.75. المهم بالموضوع أنه المضارب سوف ينتقل إلى باقي السوق، ممكن يحرر السيول، سيتوزع السيول ليس على السهم المحتجز عنده. نعم. رح تتفكفك شوي، رح ينتقل على امور اخرى. الجميع بقول لك مين بده يشتري؟ اذا انا احنا صرنا 4-5 أيام عمالنا بنجمع، لمين بدنا نبيع كل هذا؟ اليوم احنا المعادله اختلفت، راحت السوق، المستثمر قد يكون المضارب قصير الاجل بده يطلع، بده يجي مقابل مضارب طويل الاجل. اليوم انا لما الشركه الام بتشتري ب 20% بريميوم بلس عن الاسعار السوق، هذا مؤشرات ايجابيه لإلي، قد نجد اخبار ايجابيه خلال الفترات الماضيه. قد يعود الدور المؤسساتي للسوق من جديد بكل تأكيد، لكن في شغلة مهمة، أنا باعتقادي توقيت الصفقة تزامن مع الريفيو اللي عملته MSCI بعد ما انتهت MSCI، لأنه بتعرف السيطرة. نعم. على حصة 35% هذا. نعم. مش ضمن الكاتيجوري تبع MSCI. السيد عميد كنعان الخبير المالي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. وننتقل مشاهدينا إلى السعودية. وزير المالية السعودية هناك سيد إبراهيم العساف أعلن أن وزارته عرضت على مجلس الشورى نظام جباية الزكاة، وخلال افتتاح أعمال المؤتمر السنوي الخامس للمنتدى الضريبي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العاصمة الرياض، أكد أن واشنطن ستبدأ بتطبيق نظام الامتثال الضريبي الأمريكي فاتكا مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أن بلاده ستكون ضمن البلدان التي ستطبق. المملكة ولله الحمد تقوم بجباية الزكاة عن عروض التجارة رسميا، والآن معروض على مجلس الشورى ومجلس الوزراء نظام جباية الزكاة، وهذا إن شاء الله بعد أن يقر سيكون نظام يحتذى فيه في الدول الإسلامية. فهذه سيعمل فيه مع الوزير في الدول الأخرى يعني؟ أو طبعا هذا يرجع لتلك الدول، ولكن في المملكة إن شاء الله سيعمل فيه بعد ما يقر. فهذا النظام مثل ما أشرت إن شاء الله يعني قريب أن يقر. بالنسبة لنظام الفاتكة خولت مؤخرا من قبل مجلس الوزراء بتولي هذا الملف، متى سيطبق هذا النظام إن شاء الله؟ طبعا التطبيق راجع للولايات المتحدة الأمريكية، هو نظام أمريكي بالواقع، ولكن الدول تعقد اتفاقيات مع أمريكا إجراءات التطبيق، تطبيق هذا النظام. الولايات المتحدة أعلنت أنها ستطبق النظام من 1/1/2015.
إلى شأن آخر، حيث افتتح أمس في الرياض معرض البناء السعودي 2014 بمشاركة واسعة من جهات وشركات محلية ودولية. يأتي هذا المعرض وسط اهتمام كبير بقطاع البناء والتشييد السعودي الذي يبلغ حجمه أكثر من 750 مليار ريال، مع توقعات بأن يصل حجم هذا القطاع إلى 1,120,000,000,000 مليار ريال بحلول عام 2016. يعيش قطاع البناء والتشييد السعودي خلال السنوات القليلة الماضية نشاطا كبيرا في ظل توقعات بأن يرتفع حجم هذا القطاع من 750 مليار ريال إلى 1,100,000,000,000 ريال بحلول عام 2016. وفي هذا السياق أقيم معرض البناء السعودي، والذي يمثل منصة تجمع العارضين والمهتمين في مكان واحد. استقطاب شركات أجنبية إلى معرض مثل معرضنا يساعد في توسيع وإتاحة فرص للمقاولين السعوديين، المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، في يعني الحصول على بعض الوكالات من بعض الشركات الأجنبية أو ممثلين لهم في المنطقة، بالإضافة أنه بيوفر سبل طرق جديدة في مجال المقاولات في أقل تكلفة للمقاول أو للمستهلك أيضا الفرد السعودي. أكثر من 350 شركة موجودة في هذا المعرض تعرض ما لديها من منتجات ومواد ومتطلبات للبناء، وتمثل هذه الشركات 36 دولة، وهي ترى في معرض البناء السعودي 26 فرصة لعرض ما لديها من تقنيات ومواد وخدمات في سوق البناء المحلي. هذا الحضور الكبير للعارضين يؤكد مدى الاهتمام في قطاع البناء والتشييد السعودي، والذي يعتبر الأكبر عربيا. هذا المعرض فرصة لنا لعرض منتجاتنا والسوق، يتعرف علينا أكثر في السوق، وبما أن السوق السعودي الآن خاصة مدينة الرياض تشهد مشاريع كبيرة، توسع عمراني وتوسع في المشاريع الحكومية، فيهمنا أن نكون متواجدين في هذا المعرض لعرض المنتجات كاملة يعني. وشهد معرض البناء السعودي إقبالا واسعا من الزوار والمهتمين، خاصة أن هذا الحدث يتزامن مع المعرض السعودي لتقنية الحجر. عطل الشمري، CNBC عربية، الرياض. دائما في السعودية، حيث قررت هيئة السوق المالية هناك رفع دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من العام 2008 حتى العام 2011، وذلك لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولإثبات المسؤولية عن تعويض الأشخاص المتضررين من شراء الورقة المالية محل المخالفات. وأكدت استمرار التحقيق مع أطراف أخرى في المخالفات ذات الصلة وإحالة المخالفات ذات العلاقة بنظام الشركات ونظام المحاسبين القانونيين إلى وزارة التجارة. مشاهدينا، جلسة الأعمال مستمرة وفيها بعد الفاصل. دبي تدشن مشروع الترام. مرحبا من جديد. صفارة التشغيل الرسمي لترام دبي في مرحلته الأولى تنطلق. كلفة مشروع الترام وصلت إلى نحو 1,100,000,000 دولار، ويمتد على مسافة 10 كيلومترات و600 متر في مرحلته الأولى. أنجل حكيم والتفاصيل. تواصل استثماراتها في مشاريع البنية التحتية، ومشروع ترام دبي فصل جديد في رواية الإنجازات. فعلى مسافة 14 كيلومترا و600 متر على طول شارع السفوح بدبي، وبقيمة استثمارية تصل إلى 1,100,000,000 دولار، يمتد مشروع ترام دبي لينضم إلى منظومة متكاملة للنقل العام في الإمارة، تعتبر هيئة الطرق والمواصلات مسؤولة عن خططها وتشغيلها. دولة الإمارات هي الأولى في الطرق،
أنا ما أتكلم بعد عن أنظمة المواصلات، ولكن نحن باكتمال الترام والمترو نحن تقريبا كملنا شبكة مواصلات قوية بيكون متينة، عندنا الاستيعاب أعداد كبيرة. الترام بيستوعب الآن بيستوعب في حدود 30,000 فرد في اليوم، ممكن 2020 احنا نقدر نستوعب اكثر عن 60,000 في اليوم بس للجزئية الترام هذا. ف يعني الحمد لله احنا ماشيين في الطريق الصحيح. يعد ترام دبي أول مشروع ترام خارج أوروبا يعمل بنظام تغذية الكهرباء الأرضية على كامل الخط من دون الحاجة إلى أسلاك هوائية لإمداده بالطاقة الكهربائية، وتضم شبكته 17 محطة مكيفة للركاب، 11 محطة منها في المرحلة الأولى على طول 10 كيلومترات و600 متر، متضمنة 11 تراما يضاف إليها 14 آخرون في المرحلة الثانية، ليصبح المجموع الكلي فيما بعد 25 تراما. يتكون كل قطار من 7 عربات بطول إجمالي يبلغ 44 مترا ويستوعب 405 ركاب، وقد خصصت عربة للدرجة الذهبية وعربتان للسيدات والأطفال وأربع عربات للدرجة الفضية، إضافة إلى مساحات مخصصة للمستخدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويتوقع أن يستخدم الترام في المرحلة الأولى نحو 30,000 راكب يومياً عند بداية التشغيل، ليرتفع العدد إلى 66,000 يومياً خلال 2020. ولتحقيق التكامل بين وسائل المواصلات العامة، يرتبط ترام دبي مع مترو دبي في محطتين هما مرسى دبي وأبراج بحيرات الجميرة، وسيلتقي مع القطار المعلق مونوريل لنخلة جميرة لتحسين حركة التنقل داخل الإمارة بصورة عامة والمناطق ذات الأهمية الاقتصادية والسياحية بصفة خاصة. تتباين تكلفة الرحلات على ترام دبي بحسب المناطق، ويبلغ الحد الأدنى لقيمة الرحلة 3 دراهم و7.5 دراهم كحد أقصى، وتعد بطاقة نول الوسيلة الوحيدة للدفع. وقد جرى تحذير سائقي السيارات للابتعاد عن طريق الترام، وفي حال وقوع اصطدام بين سيارة وترام سيواجه السائق غرامة مالية تصل إلى 30,000 درهم مع وقف رخصة القيادة لمدة عام كامل، وفي حال قطع إشارة الترام الحمراء سيواجه المتجاوز غرامة قدرها 10,000 درهم. وننتقل مباشرة مشاهدينا في هذه الصور إلى مدينة دبي، وهو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ولي عهد إمارة دبي سوف يدشن اليوم رسميا افتتاح الترام دبي الذي يبدأ في مرحلته الأولى على مسافة تقريبا 10 كيلومترات و600 متر في مرحلته الأولى، وطبعا المرحلة ككل الأولى والثانية هي 14 كيلومتر و600 تقريبا. على كل حال، رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات في دبي السيد مطر الطاير أكد في حديث خاص لCNBC عربية بأن التكلفة التشغيلية المتوقعة لمشروع ترام دبي تتراوح ما بين 60 و70 مليون درهم إماراتي سنويا، في حين أن الإيرادات المتوقعة تتراوح بين 30 و40 مليون درهم، لتبلغ نسبة الدعم الحكومي نحو 30 إلى 40 مليون سنويا. الاوبريشن كوست اعطيك مثال، والاوفر هيدز للمترو تقريبا 900 مليون يبلغ، وهذا حصريا لكم فقط 900 مليون تقريبا سنويا، وندخل الحين من الاعلانات والتعرفه وكذا نصل لمبلغ في حدود بلس ماينس 750 مليون في هذا الحدود، فال 300 و250 تدعم من الحكومه. هذا بالنسبة للمترو، هذا بالنسبة للأوبريشنز والأوفر بالنسبة للمترو. أما بالنسبة للترام نحن تونا بادين، وبيكون طبعا أنا أتوقع ما بيقل عن 60-70 مليون الأوبريشن والأوفر هيد السنوي، ويمكن الدخل يصل، أنا مع أرقام لا تأخذني بالضبط، ولكن مجرد يعني حسابات هذه حاطينها في الوقت الحاضر يمكن 40-50 مليون، فبيظل لازم يكون 30-40% دعم من الحكومة. نعود مباشرة إلى هذه الصور المباشرة من داخل مدينة دبي، طبعا نحن بانتظار قيام الشيخ حمدان بن راشد
آل مكتوم ولي عهد دبي بالافتتاح الرسمي لترام الإمارة. طبعا هذا الترام يمتد بمرحلتيه الأولى والثانية إلى مسافة 14 كيلو متر، وتقريبا المرحلة الأولى تم تنفيذ 10 كيلومترات و600 متر، تبدأ من منطقة مرسى دبي وصولا إلى مرآب الترام بالقرب من أكاديمية شرطة دبي. طبعا تضم 17 محطة للركاب. في المرحلة الأولى هناك 11 محطة، أهمها أبراج شاطئ الجميرة وكذلك أبراج بحيرات الجميرة ودبي مارينا مول، فضلا عن مرسى دبي وأبراج المارينا. المهم بأن بعض المعلومات حول هذا الترام مشاهدينا، يبلغ طول ترام الواحد 44 متر، تقدر سعته بأكثر من 400 راكب، ويتألف من 7 عربات. على كل حال تابعوا سي إن بي سي عربية لهذا النقل المباشر تدشين ترام دبي. إلى شأن آخر، ففيما تعد أكبر زيارة لوفد استثماري أمريكي إلى مصر على الإطلاق، بدأت أكثر من 60 شركة أمريكية مباحثات مع الحكومة والقطاع الخاص في مصر للتعرف على فرص الاستثمار وما تم اتخاذه من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار في مصر. ياسين الجوهري. 66 شركة أمريكية تمثل معظم قطاعات أكبر اقتصاد في العالم جاءوا إلى مصر بحثا عن فرص للاستثمار في أكبر سوق استهلاكية في العالم العربي، لتكون بذلك أكبر بعثة استثمارية أمريكية إلى مصر على الإطلاق. تسعى الشركات الأمريكية للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة ومدى تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية وما تم اتخاذه من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وسط حضور مكثف لأكثر من 160 مسؤولا ورئيسا تنفيذيا لكبرى الشركات الأمريكية. مصر دائما بلد جاذب للاستثمار، فلديها 90 مليون مواطن يجعلونها سوقا كبيرا، وإذا نظرت إلى الشركات الأمريكية الآن ستجد أنها إما شركات كبرى للغاية أو صغرى تسعى للاندماج والبحث عن فرص للتوسع في بلد كمصر. نحن متفائلون بشأن مصر، ونعلم أنها مرت بظروف صعبة خلال السنوات الثلاث الماضية. إن شركتي وصلت العمل في مصر خلال هذه الفترة، وكنا نقدم الدواء للمرضى في مصر، بل إننا نسعى للتوسع في السوق المصري. أما الحكومة المصرية فرأت في هذه الزيارة فرصة ليس فقط لعرض ما لديها من فرص استثمارية، وإنما أيضا للتأكيد على أن مصر بدأت تجذب مجددا أنظار المستثمرين، بل وعادت إلى خارطة الاستثمار في العالم. هذه الزيارة هو دليل على استعادة مصر لثقة المستثمر الأمريكي والأجنبي عامة. هذه الفعالية في أكثر من 60 ممثل لكبرى الشركات الأمريكية بيبحثوا بيستمعوا بيدرسوا بيتابعوا، وده دليل على اهتمام. الرسالة اللي وصلت المستثمر الأمريكي، الحكومة معتمدة على القطاع الخاص، مكملة اعتمادها على القطاع الخاص، آليات السوق هي اللي هتحكم الاقتصاد الفترة الجاية، ما عندناش أي اقتصاد موجه. الزيارة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي تأتي بعد أقل من شهرين من زيارة الرئيس المصري إلى نيويورك، والذي دعا خلالها كبرى الشركات الأمريكية للاستثمار في مصر. أنا بقول أن جزء كبير منها هو رد فعل مباشر لزيارة الرئيس لنيويورك، لأن احنا قابلنا 22 شركة أمريكية لما روحنا مع نيويورك، فالرسالة كانت واضحة وصادقة وفتحت نفس الناس يعني. وتشير البيانات الرسمية إلى أن الاستثمارات الأمريكية في مصر وصلت إلى مليار ونصف المليار دولار خلال العام الماضي، تمثل نحو 15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر. وإذا كان هذا هو أكبر وفد استثماري أمريكي يزور مصر على الإطلاق، فإن ثمة رسائل من المستثمرين الأمريكيين بوجود فرص استثمارية مغرية في مصر، ورسائل أخرى من المسؤولين الحكوميين في مصر بالعمل على تحسين مناخ الاستثمار. ياسين البوهري، سي ام بي سي عربية، القاهرة. نهاية جلسة المال والأعمال، إلى اللقاء في الغد مشاهدينا.